أهلا بكم. أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد ملف الحماية الاجتماعية اهتماما كبيرا، وعملت الدولة تنفيذا لتوجيهاته بكل جهد من أجل بناء منظومة شاملة من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة. فمنذ عام 2014 عملت الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لتحقيق الحماية الاجتماعية، وبرز ذلك من خلال العديد من المشروعات القومية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي مثلت مظلة حماية للمواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية. وخلال تلك المدة مدت الدولة شبكات الأمان الاجتماعي، وعززت الاستثمار في رأس المال البشري، وأطلقت البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجا ودعمهم ماديا وتمكينهم اقتصاديا وضمان حقوقهم الإنسانية، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ومنح العلاوات الاستثنائية للتخفيف من آثار تداعيات الأزمات الاقتصادية عن كاهل المواطنين. ومن أجل بلوغ ذلك الهدف لتحسين جودة حياة المواطنين، أطلقت الدولة مبادرة حياة كريمة التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقرا من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة. كما نجحت مصر في تحديات عدة فيما يخص تحسين مستويات العدالة الاجتماعية والحد من الفقر وخلق فرص عمل، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الأساسية. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، أطلق الفاعلون في المجتمع المدني المصري كيان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يمثل ثمرة التعاون بين 34 كيانا تنمويا وخدميا من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال المقرات المنتشرة على مستوى 27 محافظة، بما في ذلك كل المناطق الحدودية والنائية. وعلى صعيد ذي صلة، بذلت مصر جهودا كبيرة في تعزيز الحق في السكن اللائق، بالإضافة إلى تطوير عدد من المناطق غير الآمنة وإطلاق برامج طموحة للإسكان الاجتماعي للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل. كما اتخذت الدولة قرارا بتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الأزمات الدولية لامتصاص الصدمات الخارجية. كما أطلق الرئيس السيسي العديد من المبادرات الصحية، من أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، فضلا عن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، وآخرها مبادرة 100 يوم صحة. برامج الحماية الاجتماعية تضمنت برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته الدولة عام 2015 لاستهداف الأسر الفقيرة بشكل مباشر، بجانب الاستهداف الفئوي للنساء والمسنين والأشخاص ذوي الهمم، بينما بلغ عدد المستفيدين منه بالدعم النقدي 5,200,000 أسرة. كما زادت مخصصات هذا البرنامج عدة مرات، آخرها في موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، والتي تم التبكير بصرفها في مارس. الاهتمام بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ترجم في أرقام الموازنة العامة للدولة، التي شهدت زيادة كبيرة في المخصصات للدعم ولبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب ما شهدته مرتبات العاملين في الدولة من زيادات، والعمل على تحسين معيشة المواطنين من خلال رفع الحد الأدنى للأجور ل6,000 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة مخصصات معاشات التضامن الاجتماعي. الحماية الاجتماعية شملت جميع قطاعات الدولة، إذ وجه الرئيس السيسي البنك الزراعي بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين قبل يناير 2022، كما وجه أيضا بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد أقساط هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية عام 2024. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول جهود الدولة في عهد الرئيس السيسي في مجال الحماية الاجتماعية. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.